اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا بالأيام اللي فايتة أكثر من شخص طلبوا مني أنه أصور لهم المناطق اللي يبيعون بها ملابس الجملة باسطنبول. أكو منطقتين اللي هي لايللي وميرتر، فاليوم إن شاء الله راح أعطيهم فكرة بسيطة على لايللي، نأخذ جولة بيها، نشوف قسم من المحلات من الخارج بيها، وغير يوم إن شاء الله أصور لكم لايللي. وطبعا إذا تشاهد القناة لأول مرة لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس، ويلا خلينا نبدأ الجولة. بداية الجولة راح تكون من قرب محطة لايللي للترام. هاي المحطة مال ترام لايللي، وهاي الأفرع المقابلها من هنا من الجهتين، هاي كلها ملابس. طبعا لايللي أغلبها تكون ملابس جملة، وقليل نادرا ما تلقى ملابس محلات ملابس مفرد. محلات حجابات بارك الله بيك، شكرا. هاي كلها جملة. التجار العراقيين كانوا اغلبهم يجون يشترون ملابس منا، بس بعدين تحول التسوق كله من ميرتر، لان ميرتر يعني الخيارات مال الشراء اكثر بهوايه صارت من لايللي. فلايللي هم تلقى ناس بيها، بس مو مثل ميرتر اللي راح اصور لكم اياها ان شاء الله بالايام القادمه. شوفوا هاي الأفرع كلها محلات ملابس. يمين ويسار وين ما تروح ملابس رجالية، ملابس أطفال، ملابس نسائية. وطبعا بالنسبة للأسعار هنا عادي، يعني المجال مفتوح للمناقشة والمفاصلة والمعاملة، يعني مو أسعار ثابتة. والحلو أيضا موجودة شركات توصيل ونقل للعراق والغير دول، فتقدر أيضا يعني أنه تشتري الملابس منا مباشرة، و هم المحل اللي تشتري منه يوصل لك اياها مباشره للشركه اللي راح توصل لك للعراق. فبالتالي يعني انت مجرد تشتري يحزموا لك البضاعه، يجي العمال اللي يشتغلون بالمحل ينقلوا لك اياها للشركه، توصل لك نص بغداد. وضغط العراق كمثال طبعا، لانه اكو توصيل لغير دول. الله بريني. وطبعا اكو شركات هنا مال توصيل وشحن باسطنبول، حتى ملابس ماركات يشحنوا لك، اللي هي يقول لك ممنوع تدخل، مثلا ملابس مانجو، ال سي، زارا، غيرها، لا دول يوصلون كل شيء، بس التكلفه تكون شويه اكثر، يعني على الشوال اللي هو 80 كيلو زين ياخذون 30 دولار زياده. يعني معدل خلينا نقول، انا بوقتها سالت ال 80 كيلو ماركات تقريبا يصير 70 دولار واصل لنص بغداد هو والجمرك. واذا مو ماركات يعني ملابس عاديه مثل هاي الشركات هسه بدنا نشوفها، فالتوصيل يصير 45 دولار، ففرق 40 او 45 والله ما اتذكر. هاي بالنسبه لل 80 كيلو. شوفوا طبعا اكو مو بس محلات صغيره، لا مثلا هذا مجمع كامل عده طوابق، هذا مال احذيه، واكو مثله هوايه ملابس ورجاليه نسائيه اطفال ولاديه بناتيه، كل شيء موجود. طبعا انا اليوم وياي بالجوله اخويا ابو مصطفى، احد متابعينا التقينا بالصدفه وهسه دا يتجول ويانا.
تشوفوها كلها مجمعات. هذا طبعا الشارع مؤدي الى جامع الفاتح، هذاك جامع جامع لايللي هياته منا اذا تروح على اليسار، وهذه الشوارع الداخليه كلها ملابس. فيعني ما تتيه، وبالنسبه للي ما جاي اسطنبول وما يعرف لايللي راح احط لكم بصندوق الوصف رابط موقع محطه الترام مال لايللي. تركب الترام من وين ما كان، تنزل بلايللي، بعد التي بنص هالمحلات هاي. شوفوا مثلا هذا المجمع اللي هو فري فاشن، هذا كله ملابس نسائية. هذا مثلا بينجزو، هذا همينه جناط وأحذية وما إلى ذلك، هذولا نفس الشيء. واكو يعني موديلات حلوه، يعني تصميمات هم الاتراك طبعا معروفين بهالشيء وين ما تروح بالعالم، يعني ملابسهم وتصميماتهم انتشرت سواء باوروبا او بالشرق، او بالشرق الاقصى حتى تلقى دول هوايه. هاي هي شوارع لايللي مثل ما تشوفون، خيارات متنوعة ومتعددة. مثل ما قلت لكم هذا هو منا جامع لايللي، الفروع المقابلة كلها تؤدي إلى هالمكان، كل الطرق تؤدي إلى روما.
يعني الأتراك فعلا تصميماتهم يعني فعلا مبدعين. وطبعا اسعار الملابس هنا الفرق بيننا وبين دولنا فرق يعني شاسع جدا. يعني اتذكر اني من كنت اجي سياحه اجي بدون كنت شايل وياي جنطه واحده ما بيها 10 كيلوات ارجع محمل 50 60 كيلو. هذا حلو ديكور هالمحل. طبعا اكو عدة محلات ايضا مشهورة بالجاكيتات والبالطوات الفرو، همين راح تلقون كلش هواية هنا بلايلة اللي مثل هذا اللي دنشوفه قدامنا. بس مثل ما تشوفون اغلب المحلات نسائية، احنا الرجال مظلومين ما حد بحالنا. شو تقول ابو مصطفى؟ والله عمي مظلومين. هذا رجالي. محل رجالي واحد من بين 100 محل نسائي. هذا بس جلابيات الظاهر. فساتين اعراس. مثل ما شفتوا محلات هواية، طبعا اكو افرع يعني اذا تجي هسه باتجاه اليسار همينة بعد اكو افرع غير هاي الافرع اللي مشينا بيها اكثر واكثر واكثر وكلها ملابس. فاتمنى اللي سألوني يكونون اخذوا فكرة ولو بسيطة عن المكان، وان شاء الله بالايام القادمه راح اصور لكم ميرتر همين تشوفوها واحط لكم مواقع. ولهنا انتهت جولتنا ولو سريعه اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.